اذا هلا بالنسبه للالكتريكال افكتس او الكتريكال مينز، في عندنا اول تنتين رح يكونوا ثيرمو ريزيستيف مش ثيرمو الكتريك. شو يعني ثيرمو ريزيستيف؟ تغير ريزيستنس ما بعطيني فولتج. اول واحدة من هدول هي ريزيستنس تمبرتشر ديتكتور. هذا له نيجاتيف اظن، نيجاتيف تمبرتشر كوفيشنت، بوزيتيف عفوا مضبوط، بوزيتيف الثيرمستر اللي له نيجاتيف. اذا هذا بي تي سي تمبرتشر ديتكتور، والار تي دي مشهور عنه بيقدر يقيس لحد درجات حراره عاليه، اعلى من الثيرمستر رح نحكي عنه كمان شوي. اذا المبدا الاساسي فيه انه انا عندي هاي هون بالتغير بدرجه الحراره اللي هي تي، راح يصير في تغير في الريزيستنس، ببدا من نقطة. إذا فرضت إنها لينير ريليشن شيب راح يصير عندي تغير بهذا الشكل. هذا السلوب خصيصا من خصائص المادة. فإذا عندي هون عند تي 1 في ار 1 وعند تي 2 في هون ار 2، والعلاقة بينهم عندي ار 2 ماينس ار 1 على ار، فكأنها هي نسبة التغير في الريزيستنس، كأنها دلتا ار على ار. مضبوط. هاي بتساوي الفا في تي 2 ماينس تي 1. نطلع عليها. هاي عندي هون نسبه التغير في ار، يعني تغيرت ار مثلا، عفوا التغير في التمبرتشر راح يسبب التغير في ار، تغيرت التمبرتشر بكذا ديجري كلفن، والاصح اني احكي عن التغير في درجه الحراره بالديجريز كلفن. تغير درجه الحراره من تي 2 لتي 1، لاحظوا الفا ايش لازم يكون الكوفيشنت تبعها، الدايمنشنز تبعتها او اليونتس بدها تكون، لا الاوم لغت الاوم هون مضبوط، واحد على كلفن او كلفن تو ذا ماينس 1، عشان كلفن تو ذا ماينس 1 تلغي مع كلفن تو ذا ماينس 1 بتصير هون هاي دايمنشنلس، او بدك تسميها اوم بير اوم بير ديجري كلفن. فالفا هي احد خصائص الماده، وحدتها لازم تكون كلفن تو ذا ماينس 1، او اذا بدك تفكر فيها اوم بير اوم، بس اوم بير اوم راح يلغوا مع بعض، فبصير عندي تغير في درجه الحراره بدلاله. والفا مثلا خلينا نشوف اذا في عندي ارقام هون على الفا او امثله على ارقام في الفا، مثلا النيكل راح احط بس رقم او رقمين، مثلا احط النيكل. ايش النيكل بيمتاز كخصيصه من خصائص اخرى فيه؟ فيروماغنتيك، احد الثلاث مواد الرئيسيه الطبيعيه اللي هي فيروماغنتيك، اللي هي النيكل والكوبالت والحديد. فيروماغنتيك بتذكروا حكينا هون مش بالترانزيت، حكينا عن فيروماغنتيك. كيف بميز انه ماده فيروماغنتيك؟ الميو تبعتها بتكون عاليه او ريلاتيف بيرمابيليتي. اذا النيكل مثلا الها الفا هون 0.0067 بلس 0.0067، والبلس معناها PTC بلس، والوحده هون اوم بير اوم بير كلفن، او اذا بدك اشطب اوم بير اوم 0.0067. يعني لكل تغير لكل 1% تغير بدرجه الحراره راح تتغير عندنا، او لكل عفوا درجه حراره راح يتغير عندي نسبه المقاومه بنسبه 0.0067، او اذا عملناها مئوي شو راح تصير عندي؟ 1 2. لكل تغير في درجة الحرارة درجة المقاومة رح تتغير بمقدار 0.67%. اوكي؟ طبعا هاي العلاقة ما بتضلها لينير، وعلى فترات أطول هي مش لينير، العلاقة الحقيقية بتصير اكسبوننشال كوادراتيك، بتصير كوادراتيك ايكويشن، بس احنا هون تبسيطا عم ناخذها بهذا الشكل. النيكل مثلا ناخذ مثلا الكربون، الكربون اللي هي 0.0 ماينس 0.007، صارت معاكسه من هون. واذا اخذنا مثلا سيمي كوندكتر، بعض او انواع من السيمي كوندكترز من 0.-0.068 الى بلس 0.14. هلا هذا انا ما كنتش اعرفه، في بعض سيمي كوندكترز لهم بوزيتيف تمبرتشر كوفيشن، انا كنت اعتقد انه كل السيمي كوندكترز لهم نيجاتيف تمبرتشر كوفيشنت، بس في بعض السيمي كوندكترز حسب نوعيه الماده لهم بوزيتيف تمبرتشر كوفيشنت، وهذا الرقم عالي 0.14، يعني قديش 14%، رقم عالي جدا.
اذا هاي هي فكره الار تي دي او الفكره العامه تبعت الار تي دي. مش راح احط انا في علاقه هلا العلاقه اللي هي بتصير بتبطل خطيه من هون بتصير المقاومه ار بتساوي ار نوت الاصليه اللي كانت موجوده مضروبه في 1 زائد اي تي زائد بي تي سكوير وتي اظن انها المفروض انها تكون بالكلفه. هاي هون بتفرجي انه هاي العلاقه خطيه بس على مسافه قصيره جدا، لكن اذا عممتها اكثر بصير في عندي تو كوفيشنتس لكل ماده A و B، وحسب هذول الكوفيشنتس العلاقه بتكون كوادراتيك بين التغير درجه الحراره والمقاومه.